سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. اللاعب الكبير علي زجوزي بدأت رحلته مع الكرة في سنة 1943 عندما انضم لصفوف فريق نادي العمل تحت إشراف المدرب الوطني المرحوم عثمان بيزان الشهير بمرفوعة، واستمر يلعب له لمدة 3 سنوات. في سنة 1946 التحق بفريق الاتحاد وكان عمره 16 عاما. بقي في صفوف فريق الاتحاد 3 سنوات لعب خلالها مع عمالقة الكرة الليبية المرحوم عثمان بيزان ومسعود الزنتوتي وسالم شرميط وعدد آخر من نجوم الاتحاد أبرزهم علي الزنتوتي. في سنة 1949 تحول لاحتراف مع فريق حمام الأنف التونسي، وفي سنة 1956 عاد مرة ثانية إلى فريقه الاتحاد بعد 7 أعوام قضاها مع فريق حمام الأنف التونسي صحبة زملائه عبد الحفيظ بيزان والمرحوم عبد السلام كريم والمرحوم إبراهيم كفال وونيس حبيب الله والحاج علي الزنتوتي، ولعب خلالها للمنتخب التونسي ضد أبرز المنتخبات أمثال المنتخب اليوغوسلافي والبلجيكي. وفي عام 1958 انتقل إلى فريق ميزران الوحدة حالياً، وظل يلعب ضمن صفوفه لمدة 4 مواسم متتالية. وفي نهاية سنة 1962 عاد مرة أخرى لفريق الاتحاد واستمر يلعب له حتى عام 1963، وعندها انضم لفريق باب البحر الذي أنهى معه مشواره مع الكرة كلاعب، وذلك في موسم 63-64. وبعد اعتزال اللعب تحول إلى مجال التدريب الذي كان يمارسه أيام كان لاعباً، واستمر فيه حتى عام 1979. شارك مع الفريق الوطني في مباريات الدورة الرياضية الأولى التي أقيمت بالإسكندرية عام 1953، كما شارك في منافسات الدورة العربية الثالثة بالدار البيضاء سنة 1961 والتي كان فيها زجوزي رئيساً للفريق. أجمل المباريات التي لعبها مع فريق الاتحاد كانت ضد فريق فاليتا المالطي سنة 1951 والتي فاز فيها الاتحاد بنتيجة 5-1 ومع المنتخب الوطني كانت أمام السعودية وفاز فريقنا يومها بنتيجة 5-1 وكذلك بلبنان وانتهت بفوز منتخبنا ب3-2. والمباراتان كانتا ضمن الدورة الرياضية العربية الثالثة بالمغرب عام 1961. عاصر النجم الكبير علي زجوزي عدة أجيال كروية خلال 20 سنة التي قضاها في الملاعب كلاعب، بداية من جيل مسعود الزنتوتي والمرحوم عثمان بيزان وسالم شرميط وانتهاء بجيل محمود الجهني. تولى تدريب الفريق الوطني في العديد من المناسبات الدولية منها تصفيات بطولة كأس العالم 11 التي أقيمت بالأرجنتين عام 1978 والتي خرج منها فريقنا بعد أن خسر بهدف لصفر وتعادل بدون أهداف مع المنتخب الجزائري، كما قام بتدريب أغلب فرق مدينة طرابلس وفريق رفيق بصرمان. أنشأ زجوزي وأسس في عام 1970 مدرسة كروية للناشئين التي خرجت العديد من المواهب التي أخذت مكانها في صفوف أنديتنا المحلية والمنتخب الوطني.